الشفاء عنوان هذا اليوم والأيام الفائتة، تطويق وحصار فقصف واقتحام وبدء انسحاب بعد ساعات للقوات الإسرائيلية. لا مخارج آمنة للمصابين والجرحى والمدنيين المحاصرين رغم كل المناشدات، وأوضاع الأطفال الخدج بخطر ولا يزال. تبرر إسرائيل حربها على المستشفيات بأنها مكان يحوي مخازن أسلحة وبنى تحتية لحماس، فيما تؤكد الحركة أن المزاعم الإسرائيلية كاذبة ومفضوحة، وقد كشفت الحركة سابقا كما اليوم هذه المزاعم وفق تعبيرها، آخرها ما قالت إنها محاولات إسرائيلية لزرع أسلحة تصورها لاحقا وتتهم حماس بها. في الأثناء يبقى وضع الشفاء مأساويا، وقد قلب الرأي العام العالمي حتى السياسي منه على إسرائيل، فالأمم المتحدة دعت لوقف المجازر في غزة، رئيس وزراء إسبانيا اتهم تل أبيب بالقتل الأعمى، وكندا اتهمت القوات الإسرائيلية بقتل أطفال ورضع ونساء، وهدن في مجلس الأمن تنتظر إقرارها بعد أقل من ساعتين. طبعا هذا جدي، فكان في الداخل بس، ولكن من كثر الاصابات يعني ومن كثر الشهداء اللي جابوهم هيك ما فيش اماكن جوا، اضطرينا ان نحطه هيك وجبناه، عملنا له الخيمه عشان المطر نحميه شوي. يعني شايف الكادر الطبي جوا يعني داخل ممتلئ تماما، ما بيقدر يطلع، يا دوب يلحق على المصابين اللي عنده والشهداء والجرحى. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.